تصل إلى الحدود اللبنانية مع أرضنا المحتلة فلسطين، فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف عدة مواقع ونقاط للاحتلال. أطلقت من خلالها صواريخ مضادة للدروع باتجاه تكنة أدوفيف، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، كما استهدفت تكنة زرعيت وتجمعا لمشاة الاحتلال في بركة ريشة وفي مثلث الطحيق طيحات رويسة العاصي. بالتوازي أعلنت كتائب القسام لبنان مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا برشقات صاروخية مركزة ردا على مجازر الاحتلال.